نتائج الحوار الوطني الشامل في اليمن هل تجد طريقها إلى التطبيق؟ وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه اليمنيين في المرحلة المقبلة؟ محاور عديدة نطرحها عليكم في حلقة اليوم من نقطة حوار، كنوا معنا. أهلا بكم إلى نقطة حوار اليوم، معكم إيمان القصير. بعد 10 شهور من الأخذ والرد اختتم مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن قبل أيام للتوافق على وثيقة وقعتها كل الأطراف باستثناء الحوثيين وبعض فصائل الحراك الجنوبي. التوقيع على الوثيقة تم لكن السجال ما زال مستمرا. الحوثيون أيدوا ما جاء بالوثيقة لكنهم لم يوقعوا ورفضوا استمرار الحكومة الحالية. وبعض فصائل الحراك الجنوبي أيضا تغيبت عن الحوار الوطني بسبب ما وصفته بالبطء في تنفيذ تعهدات بمعالجة القضية الجنوبية. يرى بعض اليمنيين أن الخروج بنتائج توافقية يعد نجاحا في حد ذاته، بينما يعتقد آخرون أن النجاح رهن لتطبيق هذه النتائج على أرض الواقع. الأجواء الاحتفالية اليمنية تخللتها تقارير عن مقتل 35 شخصا على الأقل أغلبهم من الحوثيين، وعن إصابة عشرات في مواجهات عنيفة بين مسلحين حوثيين ومقاتلين من قبيلة حاشد في محافظتي عمران وصنعاء. الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي تعهد بسرعة العمل على تشكيل لجنة الأقاليم وصياغة دستور جديد للبلاد. أما المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر فقد طالب بضرورة معاقبة أولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية في البلاد على حد تعبيره. واليوم في نقطة حوار نتساءل، هل تطبق نتائج الحوار الوطني الشامل؟ وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه اليمنيين في المرحلة المقبلة؟ نسأل أيضا، هل القوى السياسية تستطيع التمسك بالحل السياسي أم لا؟ ومن هي الأطراف التي يمكن أن تعرقل تطبيق الحوار؟ إذا كنتم في اليمن هل أنتم متفائلون بهذه النتائج أم لا؟ في انتظار المشاركات على موقعنا bbcarabic.com أو اتصلوا بنا على رقم 00442077650211 أو برسالة نصية على رقم 00447900404007 ولنبدأ الحوار. حازم الخولي يتابع الحوار الإلكتروني على مواقعنا المختلفة. حازم، كيف يبدو الحوار لديك اليوم؟ إيمان، الحوار الإلكتروني يتفاعل وفيه مئات التعليقات على نتائج الحوار الذي وصفه البعض بأنه ربما أهم إجراء في اتفاق نقل السلطة في اليمن وفقا لبنود المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض نهاية عام 2011. هذا الاتفاق كما نعلم جاء بعد اندلاع الثورة الشبابية الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. سوف نتعرف على جميع الآراء التي وصلتنا لاحقا في البرنامج ونستعرض البعض منها كما تعودنا. إليك إيمان. شكرا لك حازم. وأولا، كاميرا البي بي سي تجولت في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء واستطلعت لنا ولكم آراء عينة عشوائية أو عينتين بالأحرى من المواطنين اليمنيين. سألنا المجموعة الأولى عن فرص تطبيق نتائج الحوار الوطني الشامل وكانت هذه هي الإجابات. أعتقد بأن مسألة تطبيق مخرجية الحوار في ظل حكومة عاجزة أو ضعيفة بهذه الدرجة لن يحقق أي شيء. الفرص يعني أنهم ما خرجوش بحاجة ترضي الناس أو ترضي مثل الوطن يعني اليمن، ويعني حتى لو خرجن هذا الفرص ما بيجيبوش يعني ما بيطبقوهاش أصلا. أنا مثلا كل ما يدخل بفرص ما يطبقوهاش يخرجوها على طول، يعني يخربوها على طول بأي شيء. نحن الآن بحاجة إلى فرض إرادة الدولة أو هيبتها، وبالتالي بحاجة إلى قرار سياسي سواء من فخامة الأخ رئيس الجمهورية أو من كل القوى السياسية الموجودة على الساحة لأجل أن تتحول هذه الوثيقة من كلام مكتوب على ورق إلى واقع نلمسه في حياتنا. تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بكيفية تنفيذها أيضا وبكيفية الضمانات الدولية، أما الضمانات المحلية فهي خاضعة للتقلب، لا يوجد الضمانة المحلية أي ضمانة واقعية كون الضمانة المحلية فاشلة بكل المقاييس.
إذن عينة عشوائية من آراء المواطنين في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء استمعنا إليها، ويبدو أن هناك نوع من التفاوت، هناك من يتفائل بإمكانية تطبيق هذه المخرجات كما تسمى أو النتائج الخاصة بالحوار الوطني، وهناك من تشكك في ذلك وطلب بضمانات. لننتقل الآن إلى المشاركات الهاتفية، ومعنا على الهواء محمد جميل وأحمد علي وسالم بمؤمن و زين أيضا، نرحب بهم جميعا ونبدأ من محمد جميل في صنعاء. محمد، تقول بأنك متفائل من تطبيق نتائج الحوار الوطني، لماذا؟ طبعا أنا متفائل جدا لسبب بسيط. من الطبيعي أن يكون لكل ثورة مضادة، من الطبيعي أن تقوم القوى التي كانت مستفيدة من وضع ما بالانقلاب على الثورة الماضية، هذا ليس غريبا، وهذا في تاريخ كل الثورات. أنا متفائل لأنني أجد أن حجج الأشخاص الذين يقفون ضد الحوار ليست منطقية، هي تدور ما بين نقطتين أساسيتين، يا إما الخلط بين أداء الحكومة، حكومة الوفاق، وهي حكومة سياسية بامتياز، وهي حكومة تعبر عن الماضي لا تعبر عن المستقبل، أداءها سيء جدا، وبين المؤتمر الحوار. مؤتمر الحوار ليس جهة تنفيذية وليس حكومة يقوم بتطبيق المخرجات بشكل فوري. هناك خطوات يجب أن يسير فيها مؤتمر الحوار من أجل أن يصل إلى مرحلة التطبيق. طيب محمد، يعني ألا يقلقك مسألة أن هناك أطراف ما داخل اليمن يعني لم توافق أو ترحب أو توقع على الوثيقة النهائية للحوار؟ بالتأكيد أنت تتكلمين ربما عن الحراك، بعض فصائل الحراك والحوثيين. نعم. دعينا أيضا دعينا نركز على شيء مهم. الطرف الأقوى في ذلك ضد الثورة أو ضد ثورة فبراير 2011 هو علي عبد الله صالح. كل القوى الأخرى هي ربما أصغر أو ترتبط به. لا يقلقني ذلك كثيرا، لأنه من الطبيعي أن يكون هناك تفاوت في الآراء. من الطبيعي أن تقف بعض الأطراف موقف يا أما خوف من هذا الحوار أو تقف ضده بسبب مصالح معينة، لكن أنا أتكلم على إجماع وطني على القوى الأكثر على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى القوى السياسية في الشعب اليمني شاركت في هذه الوثيقة وقعت عليها. حتى الحوثيين أنفسهم عبروا عن موافقتهم على مضمون الوثيقة، كذلك كثير من فصائل الحوار أيضا موافقة على هذه الوثيقة. طيب ماذا عن التحديات التي يمكن أن تعرقل التنفيذ على أرض الواقع يعني برأيك؟ سيكون هناك تحديات كبيرة بلا شك. نحن نتكلم على دولة تعاني الأمرين منذ عقود من الزمن، لا يتوقع الناس أن الأمر سهل أو بين ليلة وضحاها، لكن المتابع لكل تاريخ الثورات بالكامل، مثلا ثورة اليمن سنة 1962 ضد النظام الملكي القمعي استغرقت بعدها سنوات من الصراع السياسي ومن الحرب حتى لتثبيت دعائم الجمهورية. هناك ثمن يجب أن يدفع، وهذا الثمن يجب أن يقوم به الشعب اليمني، وأن يكون متوقعا أن يتوقع نتائج هذا الثمن وأن يقوم به. لن يكون الأمر سهلا صحيحا، لكن نحن في أول مرة نحن على الطريق الصحيح لأول مرة. إذن أنت بشكل عام متفائل محمد؟ بالتأكيد أنا متفائل جدا، وبنيت تفاؤلي على قراءة وعلى اقتراب من الحوار نفسه. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة محمد جميل من صنعاء. سنعرض للمزيد من الآراء، لكننا نرحب أولا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة اليمنية صنعاء السيد بدر باسلمة القيادي بالحراك الجنوبي وعضو الحوار الوطني المنسحب. سيد بدر، أهلا بك، شكرا على وجودك معنا. أهلا وسهلا. يعني بداية، كيف ترى ما تم التوصل إليه من نتائج الحوار، وهل هي أمور قابلة للتطبيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مخرجات الحوار ممكن أوزعها أو أقسمها أنا إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. الجزء الأول الخاص بالمبادئ الأساسية أو المبادئ الدستورية العامة لمخرجات الحوار، ووجهة نظري أن المبادئ الأساسية أو الدستورية التي تم الخروج بها من مؤتمر الحوار هي مبادئ ممتازة إجمالا، وفعلا تحقق تطلعات الأغلبية الذين شاركوا في مؤتمر الحوار. لماذا انسحبتم؟ الجزء الثاني من هذا، طيب خلينا أكمل لك أختي. الجزء الثاني من الوثيقة هذه هي ما يخص حل القضية الجنوبية. حل القضية الجنوبية أساسا في هذا المؤتمر لم يرقى إلى مستوى تطلعات أبناء شعب الجنوب اللي موجود فيه، وهناك إشكالية فعلا في هذا الحل وطريقة الوصول إلى الحل في مؤتمر الحوار. ونتوقع فعلا أن لجنة تحديد الأقاليم التي تم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية هي في النهاية ستأتي بحل الخمسة وستة الأقاليم، وهذا هو المطروح فيه.
الجزء الثالث والأهم وهو أنه كل هذه المخرجات إجمالا هي مقبولة بالنسبة بشكل عام، ولكن ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار لم ترقى فعلا إلى المستوى الذي يطمئن أن هذه المخرجات ستنفذ على أرض الواقع بالشكل الصحيح. وتشاؤمي أساسا ليس لاعتراضي على الجملة المبادئ العامة اللي هي في وثيقة، وإنما فعلا أنه الضمانات لم تكن فعلا بالمستوى الذي يعطي الأمل أنه هذه المخرجات سيتم تنفيذها بشكل واضح على أرض الواقع، لأن هناك تحديات كبيرة. طيب. أرض الواقع. طيب هذا يأخذنا إلى سؤالي مرة أخرى، يعني هل هذه الأسباب يعني النقطتين الأخيرتين انسحبتم؟ بالضبط، نحن انسحبنا في البداية لهذا السبب، أن وجدنا أن هناك سيناريو محدد يجب أن يخرج به مؤتمر الحوار، وكان الأولى فعلا لأنه النقطة الأساسية يجب أن يصل إليها الجميع، وهو أنه يراد لهذه المنطقة أن تستقر. وعندما يراد لهذه المنطقة أن تستقر يجب أن يكون الكل يشعر بأن هناك فعلا عدالة، وأن هناك الكل منصف والكل مرتاح في النتائج اللي موجودة. لكن مع الأسف هناك تهميش كبير كان لموضوع القضية الجنوبية، وهناك إلغاء كثير لهذه الجوانب. وطالما أن هناك فعلا اتجاه محدد فضلنا أن نحن ننسحب من مؤتمر الحوار. ولكن من أجل أن لا نعطي نوع من الشرعية. عذرا للمقاطعة اسمح لي، هناك أطراف من يعني الحراك الجنوبي أيضا بعض الفصائل اشتركت ووقعت. فعلا هناك مجموعة من الجنوبيين وقعوا، ولكن هؤلاء الذين وقعوا لم يكونوا مكون للحراك، ولا يدعي لا نحن الذين شاركنا وانسحبنا، ولا الموجودين في مؤتمر الحوار يدعوا فعلا أنهم يمثلوا الشعب الجنوبي إجمالا. الشعب الجنوبي سيمثل بشكل واضح عندما يتم التصويت على هذا المخرج، وهو نحن نتكلم على صياغة الدستور والدستور. عندما يتم صياغة الدستور وعندما سيتم التصويت عليه، عندها سنعرف فعلا هل الشعب الجنوبي هو فعلا موافق على هذه المخرجات. طيب. وموافق على الدستور القادم أم لا. أشكرك فضلا، ابقى معنا سيد الفاضل، يعني لدينا مشاركات نود منك أن تستمع إليها. معنا على الهاتف الآن أحمد علي من اليمن. أحمد أهلا، مرحبا بك، شكرا على مشاركتك معنا في البرنامج. أنت تقول بأنك لست متفائلا كثيرا من تطبيق نتائج الحوار الوطني على الأرض. أولا أختي قبل أن أجيبك على السؤال الذي طرحتيه، أتمنى من اليمنيين الذي سمعت مداخلاتكم على الهواء أن 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 يضعوا مصلحة اليمن فوق كل شيء، ومن جاء لرأي لا يعجب الطرف الآخر أو أنه لا يحسب على أي جهة أخرى. مثلا الأخ محمد والأخ بدر وغيرهم يقولوا مثل ما سمعنا في المداخلة بأنه النظام السابق وأنه أنا لست راضيا عن نتائج مؤتمر الحوار. أولا للشيء وهو الأهم، إذا كانوا يمنيين فلينظروا إلى اليمن، تم تجزئتها وتشقيها، لماذا قامت حرب صيف 94؟ لهذا السبب. تمام. اثنين، أنهم ينظروا إلى الشعب اليمني وإلى اليمنيين الأخوة المتحاورون، ليس لطرف الحوثي أو لطرف حزب المؤتمر أو لطرف علي عبد الله صالح والنظام السابق. يعني أنت تقول باختصار أحمد أن هناك أن الأطراف السياسية أو القوى السياسية المختلفة هي التي يمكن أن تفشل مسألة تنفيذ هذه المخرجات على الأرض؟ الـ 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 نتائج مؤتمر الحوار لم تتم إلا بقناعة تامة من الأطراف السياسية المتمسكة أو المتمركزة في الحكم في البلد منذ عشرات السنين، أو قناعات أخرى خارجية، تدخل كافر في حقوق اليمن من سنوات من أيادي خارجية. طيب أشكرك شكرا جزيلا أحمد علي من اليمن. معنا مشاركة أخرى، سالم با مؤمن من حضرموت. أهلا بك سالم. أهلا وسهلا بكم. برأيك سالم، يعني ما هي طبيعة التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق مثل هذه النتائج؟ أعتقد أن هناك تحديات اقتصادية، ولكن التحديات الأكثر هي عبارة عن في الأنظمة السابقة، مثل النظام علي عبد الله صالح، نظام المخلوع وعائلته، وهم المتضررين من ثورة التغيير ومن الحوار الوطني ومن مخرجاته، وكذا الحوثيين. وأتوقع بأن تكون مخرجات الحوار، وخصوصا أنها تكون على أساس الأقاليم،
أنها ستبعدنا عن المركزية التي كان لها أسباب كارثية على مصالح الناس ومسار التنمية والاستثمار. طيب أنت سالم، أنت يعني كمواطن يمني، هل أنت تشعر بأن هناك ضرورة لوجود ضمانات ما من الخارج ربما ليتم تطبيق مثل هذه النتائج؟ أعتقد أن هناك ضرورة لضمانات من الخارج، ولكن ضمانات القوى السياسية اليمنية هو الأقوى ذلك، وأكبر ضمان هو شباب الثورة الذين خرجوا في الساحات. وأعتقد أن تنفيذ مخرجات الحوار قد بدأ في الفعل، وهذا نتفائل به جدا، وخصوصا أن هناك في الجنوب قد أعيد العديد من الضباط الجنوبيين الذين أحيلوا للتقاعد القسري في عقب أحداث 94، وهذا يدعونا للتفائل وأن هناك في حل حقيقي وإلى حل القضية الجنوبية. طيب. وهناك أيضا تفضل. نعم أشكرك، شكرا جزيلا سالم على هذه المداخلة. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة اليمنية صنعاء، السيد بدر بسلمى القيادي بالحراك الجنوبي وعضو الحوار الوطني، وهو الذي انسحب من الحوار. سيدي الفاضل، يعني مشاركات استمعنا إليها، ربما هناك نوع من التشكك إذا جاز التعبير، هناك من يرى بأن لا ضرورة ربما لضمانات خارجية، ولكن هناك ضرورة للحصول على ضمانات من داخل القوى السياسية نفسها داخل اليمن. هل القوى السياسية قادرة على تنفيذ هذه التحول الديمقراطي في اليمن في هذه الآونة؟ أختي العزيزة، في 2011 عندما حصلت الثورة الشبابية في صنعاء، كان والاتفاقية اللي اتفاقية المبادرة الخليجية، الهدف الأساسي كان من اتفاقية المبادرة الخليجية هو أساسا معالجة أزمة السلطة وعملية النقل للسلطة بين مراكز القوى المختلفة. لازلنا حتى الآن نعيش في اليمن في إشكالية أزمة مراكز القوى اللي موجودة فيها. وعندما نتكلم عن مخرجات مؤتمر الحوار ونتكلم عن ضمانات ما بعد مخرجات مؤتمر الحوار، أي تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه إذا لم تكن هناك ضمانات تستطيع أن تبعد هذه المخرجات عن مراكز القوى، فلن يتم تنفيذ هذه الضمانات مطلقا. من يضع هذه الضمانات؟ من يضع هذه الضمانات سيد بدر؟ سأتكلم حول هذا الجانب. هذه الضمانات، بماذا نعني بهذه الضمانات؟ مخرجات مؤتمر الحوار، في تشكيلة مؤتمر الحوار كانت تقوم على أساس من التوازن بين قوى مجتمعية مختلفة. الكثير من هذه القوى لم تشارك نهائيا في التوقيع على اتفاقية المبادرة الخليجية، بما في الحراك الجنوبي، أكانوا أنصار الله الحوثيين، أكانوا الشباب، المرأة، المجتمع المدني، هذه لم تكن مشاركين نهائيا في هذه. وعندما خرجت مؤتمر الحوار خرج بهذه المخرجات، كانت النقطة الأساسية في الضمانات، أولا يجب أن تكون هذا التوازن اللي موجود في مؤتمر الحوار هو الذي يقود أولا ما بعد مؤتمر الحوار، من أجل أن لا نجعل توازن القوى السابقة اللي موجود هو نفسه الذي يدير المرحلة الجاية. ولهذا السبب كان من النقاط الأساسية التي تم وضعها من قبلنا ومن قوى أخرى من الحزب الاشتراكي وأنصار الله وغيرهم، أولا يجب أن نحن نأتي بهذه المرحلة بحكومة كفاءات عالية خارجة عن هذا التوازن اللي موجود، توازن القوى اللي موجود من مراكز القوى. يجب عملية إلغاء مجلس النواب الحالي، لأن مجلس النواب الحالي يقوم على توازن القوى بين طرفين أساسا لنفسها الذي حدثت حرب عام 2011. طيب. لأسبابها، يعني إذا كان نحن سلمنا مخرجات مؤتمر الحوار لنفس مراكز القوى ولنفس الآلية التي تدار بها السلطة من سابق، ما النتيجة؟ في عامين الآن، العامين اللي هي العامي فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، الفترة الانتقالي من 2011 إلى 2013، الآن ما الذي تحقق فعلا على أرض الواقع؟ لدينا حكومة فاشلة. طيب هناك من ممكن أن يقول سيد بدر بأنه لماذا لم توقعوا ربما في هذه المرحلة، وعليكم أن تنتظروا ربما تترجم هذه النتائج على أرض الواقع، إذا تم الانتظار لحين تشكيل اللجان الخاصة بالأقاليم ثم كتابة الدستور، عندها يمكن أن تتغير الأمور بالشكل الذي تريدون. كيف ترى ذلك؟
تشكل الآن اللجنة الدستورية شكلت، لجنة تشكيل الأقاليم شكلت. طيب. لجنة تشكيل الأقاليم تحتاج إلى فترة زمنية بسيطة، لأنه عملية السيناريوهات هذه وجودها موجودة مسبقا. ثم ستشكل لجنة صياغة الدستور، لجنة صياغة الدستور تحتاج مش أقل من 4 إلى 5 أشهر إلى 6 أشهر، يعني نحن نتكلم على لن ينتهي الدستور إلا مع نهاية العام. من سيدير هذه المرحلة؟ نفس مراكز القوى التي كانت سابقا موجودة هي لا زالت تدير الآن السلطة. ضمانات، عندما نتكلم عن الضمانات لم نعني فقط الضمانات الخارجية، وهي ضرورية على كل حال. طيب. لأنه لولا الضمانات الخارجية ما وقعت اتفاقية المبادرة الخليجية، لولا هذه الضمانات ما نجح مؤتمر الحوار ووصل إلى هذا المستوى، ولولا الضمانات ما كانت العصا مجلس الأمن فعلا تسلط على من يحاولون عرقلة مؤتمر الحوار. الضمانات الخارجية ماذا أيضا مطلوب من الداخل، ولكن زي ما أشار إليه عفوا، ماذا مطلوب من الداخل أيضا بالإضافة للضمانات الخارجية؟ ايوه، المطلوب من الداخل اولا هو انه يجب ان نعمل على تشكيل حكومه كفاءات عاليه خارجه من المحاصصة الحزبيه، هذه النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين، يجب ان تكون هناك اليه من مخرجات مؤتمر الحوار على شكل مجلس تاسيسي هو يدير هذه المرحله، والان لا نسمح بأن كل مخرجات هذا المؤتمر الحوار أن تسلم لمراكز القوى، لأنه يا أختي العزيزة لا يمكن مطلقا لمراكز القوى، هي تسيطر لعقود كثيرة وفي هذا المركز المقدس، أن تعطى لها السلطة الآن وأن تسلم مقاليد الأمور، أن تسلم الثروة والسلطة، تتخلى عليها بهذه السهولة. ما يحدث الآن في اليمن من انفلات أمني، ما يحدث الآن من اهتزاز اقتصادي، ما يحدث الآن في حضرموت، في الضالع، ما يحدث الآن في كل المناطق، هي حالة واضحة تقوم بها مراكز القوى هذه فعلا من أجل عدم الوصول إلى أي نتائج يراد بها حل أي قضية من هذه القضايا المطروحة. دعنا فضلا نستمع لبعض المشاركات الهاتفية. معنا بسام الزيادي من السعودية. بسام أهلا بك. أهلا بك بسام، أنت يمني تقيم في السعودية ليس كذلك؟ نعم. هل أنت متفائل بمسألة ما تمخض عن مؤتمر الحوار الوطني من نتائج؟ أستاذ عزيزتي، نعم أنا متفائل جدا، يعني برغم متابعتي، أنا تابعت الحوار الوطني من 10 أشهر. نعم. فكل القوى كانت، بعض قوات تنسحب بعض قوات ترجع، يعني لأول مرة اليمن يتفقون على طاولة حوار ويبعدون السلاح على جنب ويتحاورون، هذه نقطة جيدة. الشيء الثاني أن المخرجات، تنفيذ المخرجات، أقصد الوثيقة، الوثيقة بمضمونها هي وثيقة جيدة وتلبي تطلعات الشعب اليمني. إذا أنت ترى بأن الوثيقة جيدة وترقى لتطلعات، طيب وأنت متفائل. نرحب بمشاركة سريعة من عزيز من صنعاء. عزيز أهلا بك. عزيز، هل أنت تشارك يعني المتصل السابق في هذا التفاؤل؟ أولا يجب نوعا الحديث عن هذا الأمر، لو تحدثنا عن الجانب السياسي في اليمن بشكل عام، لا يمكن اعتبار مخرجات الحوار انتصارا كما يروج لها من قبل المسؤولين عنها، هي ليست إلا حبرا على ورق، وهذه المخرجات يمكن لها التعويل على نجاحها في حالة واحدة، إذا كان سيتم وضع آلية لها تعتمد على مبدأ الكفاءة ومبدأ المعايير التي. طيب عزيز، من يضع هذه الآليات للتطبيق؟ هذه يفترض انها تضع من قبل القياده العليا في النظام ومتابع فخامه الرئيس عبد الرب منصور، هذا هو الذي يجب ان يضع اليه تعتمد على مبدا الكفاءه ومبدا المعايير تؤدي الى بناء دوله حديثه نمويه، وليس على مبدا التقاسم الحزبي والسياسي. للاسف ما يدور حاليا في اليمن، وهذا ما يدور حاليا في اليمن، يعني يتم التقاسم السياسي والحزبي، بالتالي من خلال هذه المعطيات لا يمكن ان نعول على مستقبل افضل، بل هناك مستقبل أسوأ سيكون لليمن، مستقبل يعمل على ادراج الصراعات بعده اشكالها اذا طبقت هذه الاليه على هذا الناج، وللاسف هذا ما يدور حاليا وهو المتبع له بالشان السياسي. اشكرك اليمن. شكرا جزيلا عزيز من صنعاء على هذه المشاركه. عوده اخيره لضيفنا من صنعاء السيد بدر بسلمى. سيد الفضل، هناك من ربما يعني يشير لمسألة انقسام داخل الكتل والفصائل الخاصة بالحراك الجنوبي، وهل برأيك يعني أن بعض هذه الفصائل وقع والبعض الآخر انسحب، هل يضعف كثيرا من الموقف بشكل عام؟ أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه الحراك الجنوبي الرسمي بكل مكوناته
لم تشارك في مؤتمر الحوار مطلقا، يعني غالبية الحركة الجنوبي. هناك فصيل صغير يسمى مؤتمر شعب الجنوب هو الذي شارك في مؤتمر الحوار، وهذا الفصيل انسحب، بحيث لم يتبقى في مؤتمر الحوار إلا مجموعة هي تمثل أنفسها شخصيا، وليس هناك مكون بقى في مؤتمر الحوار. وهذه إشكالية كبيرة فعلا بتبقى، هي معالجة القضية الجنوبية، لأنه القضية الجنوبية ليست بسهولة أن تعالج في مؤتمر بهذا الحوار. إذا أريد فعلا لهذه المنطقة أن تستقر بشكل واضح، فيجب أن تكون هناك معالجات واضحة يقبل بها شعب الجنوب إجمالا في هذا في 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 للوصول إلى استقرار للمنطقة إجمالا. أما من كما أشرت إليه، فمن شاركوا فلم يشاركوا إلا بصفتهم الشخصية وليست بأسماء مكونات، فالحراك إجمالا لم يشارك مطلقا في مؤتمر الحوار. شكرا جزيلا للسيد بدر بسلمى القيادي بالحراك الجنوبي وعضو الحوار الوطني، كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة اليمنية صنعاء. ونعود مرة أخرى لزميلي حازم الخولي الذي يتابع الحوار الإلكتروني. حازم، هل اختلفت الآراء لديك بشأن إمكانية تطبيق نتائج الحوار الوطني عما استمعنا إليه حتى الآن من آراء سواء على الهاتف أو من ضيفنا في البرنامج؟ كلا إيمان، لا يوجد اختلاف تقريبا، فالبعض رأى أن هناك إمكانية للتطبيق، والبعض الآخر وهو الرأي الغالب في الحوار قال إن تطبيق النتائج على أرض الواقع أمر صعب للغاية إن لم يكن مستحيلا. فمثلا يقول وليد الصبري على صفحتنا على فيسبوك: مثلما نجحت الثورة في خلع الدكتاتور وأسرته، نجح اليمنيون في إتمام الحوار الوطني الممثل من جميع الفصائل رغم الصعوبات والمعوقات التي مر بها. مشاركة أخرى من محمد الحاج يقول فيها: النتائج جاءت مرضية لكل التوجهات السياسية في اليمن، والخلاف ليس في الجوهر لكن في الفروع والتفاصيل حيث يكمن الشيطان، لكن بحكمة الرئيس عبد الرب منصور أعتقد أنه سيجد الحلول المناسبة. هكذا يقول. في المقابل يقول فيصل السعيدي: لا أعتقد أن مخرجات الحوار الوطني الشامل في البلاد سوف تطبق، لأن الحوار اعتمد على النخب السياسية التي كانت جزءا من أزمات البلاد والنظام السابق بعيدا عن شرائح وفئات المجتمع المدني. على نفس الصفحة يقول عامر النموري: من الصعب تطبيق مخرجات الحوار، لأن هناك أفرادا وقوا من مصلحتها أن يبقى اليمن في هذه الفوضى الخلاقة والمصطنعة. مشاركة من رائد السعد قال فيها: لن تجد نتائج الحوار الوطني أي طريق للنور، بل ستسير على أشواك يتخللها نزيف، وذلك لفقدان المصداقية بين أطراف الحوار. حازم، ماذا كانت حجج الذين يرون أن مسألة تطبيق هذه النتائج، نتائج الحوار الوطني الشامل على الأرض، أمر ليس واقعي؟ السبب الرئيسي بالنسبة لمن تبنى هذا الرأي إيمان هو أن الحوار لم يعمل على تسوية القضايا المهمة، ومنها القضية الجنوبية على حد وصف البعض. فمثلا يقول ساري الحالمي: شعب الجنوب لا يؤمن إطلاقا بالحوار الوطني، والذين شاركوا من الجنوب لا يمثلون إلا أنفسهم، فشعب الجنوب يتبرأ منهم قبل وبعد الحوار. شعب الجنوب لم يوافق على الحوار، فكيف سيوافق على مخرجاته؟ مشاركة أخرى من أبو وضاح عزان يقول فيها: الحوار انتهى من دون أي حلول للقضايا المهمة، خاصة القضية الجنوبية، وعاد إلى الغرف المغلقة لعقد الصفقات بين حكام الأمس فرقاء اليوم، الذين إذا اتحدوا نهبونا وإذا اختلفوا قتلونا. مشاركة بتوقيع يافع الجنوب تقول: الحوار الذي تم في صنعاء حوار شمالي شمالي، وليس للجنوب أي صلة به. مشاركة أخرى بتوقيع المخلص قال فيها: نحن الجنوبيون نرفض مخرجات الحوار، يكفي أكثر من 20 سنة عشنا فيها الظلم والتهميش من قبل الشمال. هكذا يقول. تعليق آخر لمشارك باسم جنوبي حر ثائر يقول: نتائج الحوار هي حبر على ورق لا أكثر ولا أقل، وهي لا تعني شعب الجنوب ولن ترى النور في صنعاء، فما بالك بالجنوب الذي لا تعنيه من الأساس. إذن حازم، يعني يبدو أن القضية الجنوبية ربما تكون على رأس التحديات التي تحدث عنها البعض في هذه المشاركات التي يمكن أن تعرقل نتائج الحوار الوطني. هل تحدث المشاركون عن تحديات أخرى؟ بالفعل إيمان، هناك من تحدث عن بعض التحديات الأخرى. من هؤلاء مثلا خليل الشريف الذي يقول على صفحتنا على فيسبوك: تتمثل التحديات التي تواجه اليمنيين لتطبيق مخرجات الحوار الوطني في هشاشة الوضع الأمني للبلاد في المرحلة الحالية وضعف نفوذ الدولة، أما العامل الأكبر فهو بقايا النظام السابق
ممن فقدوا مصالحهم بعد ثورة الشباب الذين يسعون جاهدين لإفشال مخرجات الحوار. مشاركة في نفس الاتجاه من حسن العماد تقول: في اعتقادي أن الحوثيين والحراك الجنوبي سيعرقلون مخرجات الحوار وبكل جهد، لأن نتائج الحوار ستخرج اليمن إلى بر الأمان من الصراع الطائفي كباقي دول الربيع العربي الذي أطاح بالديكتاتوريات، ولا يزال هؤلاء لا يريدون أي أمان لهذه الدول حتى لا تفسد مصالحهم. محمد عبد الودود يقول في مشاركة أخرى: هناك تحديات كبيرة تقف أمام تطبيق وثيقة الحوار الوطني، ومنها وضع القوى القبلية والميليشيات المسلحة وسيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد جنوبا وشمالا. إليك إيمان. شكرا لك حازم الخولي، وقد استعرض لنا مجموعة من الآراء التي وردتنا على موقعنا المختلفة. نعود مرة أخرى إلى جولة من كاميرا البي بي سي في صنعاء، وقد سألنا مجموعة من اليمنيين هذه المرة عن الأطراف التي قد تعرقل نتائج الحوار الوطني برأيهم. هكذا جاءت المشاركات: من يقف معرقل لنتائج الحوار الوطني في اليمن هم ثلاثة أطراف أعتقد، والكل يعرف ذلك. الطرف الأول علي عبد الله صالح وبقايا نظامه، الطرف الثاني جماعة الحوثي ومشروعهم الإيراني، الطرف الثالث هم الحراك الانفصالي. الذي يقف معرقل الحوار الوطني الشامل ومخرجاته هم المتضررين من التغيير في الثورة الشبابية الشعبية التي قامت ضد النظام السابق، وكذلك يوجد العديد من الأطراف الذين يخططون لرسم مخططهم في اليمن مستقبلا. هناك أطراف عدة من المعرقلين لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، من أبرزهم هم أعداء التغيير، ويعني على رأسهم أنصار النظام السابق يعني. ومن المضحك المبكي هم من يتباكون على الوحدة وهم من شوهوها وقاموا بتشويه وجهها الجميل بتصرفاتهم الخرقاء. القوى التي تسعى إلى عرقلة مخرجات الحوار الوطني هي نفس القوى التي سعت خلال 9 أشهر الماضية إلى عرقلة مسيرة الحوار من خلال ارتكاب الجرائم المتعددة والاغتيالات. هذه القوى معروفة طبعا، هي بقايا النظام السابق، أيضا الميليشيات الحوثي، الميليشيات المسلحة في كل مكان، أيضا لا أستثني بعض القوى في اللقاء المشترك أيضا تسعى أيضا لعرقلة مخرجات الحوار الوطني. كل متضرر من مخرجات الحوار الوطني هو من يحاول اليوم عرقلة الحوار الوطني، وعلى رأسهم من يهبوا أموال البلد طوال فترة 30 عام، إضافة إلى الجماعات المسلحة التي ليست لها نفوذ وليست لها مكان وقيمة في المجتمع إلا بسلاحها الخارج عن الشرعية والخارج عن القبول الوطني. عينة استمعنا إليها من الآراء في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، وهناك تخوف وتشكك من تحديات مختلفة ربما قد تعرقل تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل على الأرض في اليمن. ينضم إلينا الآن من صنعاء أيضا الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية، وهو مسؤول أيضا عن ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. سيد مخلافي أهلا بك، شكرا على وجودك معنا في البرنامج. شكرا لكم. هل ترى مخرجات الحوار الوطني طريقها إلى النور؟ هل تطبق على أرض الواقع برأيك؟ اسمحي لي قبل الإجابة على السؤال أن أبين بعض ما ورد في تقريركم فيما يتعلق بعدم حضور رئيس الوزراء الجلسة الختامية. هذا الأمر ليس له أي دلالة سلبية أو أن رئيس الوزراء لا يقبل بمخرجات الحوار، على العكس، في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة، مجلس الوزراء دعا كل الأطراف على التمسك بنتائج الحوار والسعي لتحقيقها. الأمر الثاني فيما يتعلق بخيار الإقليمين، أيضا هذا ليس من الخيارات المطروحة لمواجهة نتائج مؤتمر الحوار، على العكس هو واحد من الخيارات. هناك 3 خيارات، خيار 6 أقاليم وخيار إقليمين وخيار ثالث يمكن اللجنة أن تتوصل إليه، وبالتالي هذا الخيار ليس له دلالة سلبية على الإطلاق. فيما يتعلق بالسؤال، اليمنيين ليس لديهم
خيار آخر غير تطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وهي نتائج أتت بجهود كبيرة وبحوارات جادة، ولأول مرة يشارك كل الأطياف السياسية والاجتماعية في اليمن، أو على الأقل نقول كل القوى التي نعم كل القوى الراغبة في التغيير لا 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 تطرح هذا السؤال، وإنما تطرح السؤال كيف يمكن تطبيق هذه النتائج بأسرع وقت ممكن وفي الزمن المتاح والمحدد. من بين المشاركات سيدي الفاضل التي استمعنا إليها، هناك من يقول بأن هناك حاجة لبعض الضمانات سواء من الداخل أو من الخارج من القوى السياسية في الداخل نفسها لكي يتم تنفيذ هذه النتائج على الأرض. هل هناك حاجة برأيك لضمانات؟ هناك ضمانات مؤسسية وإجرائية اشتملت عليها واحدة من وثائق ومخرجات مؤتمر الحوار، وهي وثيقة ضمان التنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وهناك ضمانة سياسية تتمثل بأطراف الحوار، لأن أطراف الحوار يمثلون قوى كبرى ومختلفة ومتعددة، وربما تحتاج هذه القوى إلى أن تعمل خطوة إلى الأمام إلى إيجاد كتلة تاريخية تتحمل أو تحمل هذا المشروع وتحققه في الممارسة العملية وفي الواقع. ماذا عن القضية هناك أيضا ولكن ماذا عن القضية الجنوبية؟ هناك أيضا نعم، هناك من يرى بأنها كانت يعني لم يكن التمثيل يعني كافي لكافة الأطياف والفصائل في الحراك الجنوبي. هل ترى بأن الأطراف أو الفصائل التي وقعت من داخل الحراك الجنوبي كافية لتمثيل الجميع في الوثيقة؟ أنا أريد أن أوضح هنا شيء، بأن الجنوبيين والشماليين معا شاركوا في هذا المؤتمر وليس بهذا الفصل التعسفي، وكان نصيب الجنوبيين من عضوية المؤتمر يقترب من النصف، وموجودين في كل الأحزاب السياسية أو مكونات الأحزاب السياسية ومكونات منظمات المجتمع المدني ومكونات المرأة ومكونات الشباب. طيب. الحراك كان واحدا من هذه المكونات. نعم كان من الأفضل أن تشارك كل فصائل الحراك أو مجموعات الحراك، ولكن ما لم تتحقق مثل هذه الرغبة. طيب. وشارك فصيل مهم وأساسي وهو مستمر الآن في العملية. طيب دكتور مخلافي، يعني فضلا ابقى معنا، نريد أن نستمع لبعض المشاركات الهاتفية، نرجو منك أن تبقى وتستمع معنا إليها. ونرحب الآن بزين من عدن. مرحبا زين، يعني هل ترى بأن ما تم التوصل إليه من نتائج هو أمر يدعو للتفاؤل وسيتم التطبيق؟ نهائيا لا، أنا متشائم من هذه المخرجات، مش أنني لا أعرف أمرا في تطبيق مخرجات الحوار الوطني فعليا على أرض الواقع، لأنها لا تلبي الطموحات التي كان يفعلها الشارع الجنوبي، وأنا نراها مجرد كومة حيل لشرعنة الظلم السابق، لكن السبب أنها قد وقعت العديد من الاتفاقيات بهذا البلد في السابق لكن لم نجد لها أثرا على الأرض، وكانت مجرد حبر على الورق وظلت أغلبها يعني حبر على الورق لا أكثر ولا أقل، مثل وثيقة الوحدة اليمنية، وثيقة العهد الاتفاق، والعديد من الاتفاقيات الأخرى التي بالأخير أما حسمت عسكرية مثل حرب 94 أو بتصفية الكثير من المعارضين. هذا غير أنه لا تزال سلطة بعض علماء السياسة باسطة نفسها في الشارع اليمني، حيث استبغت مخرجات الحوار بالتكثير الفيدرالية وحجت أنها تقسم البلد. ثانيا أيضا للأسف ممن شاركوا بالحوار الوطني هم نفسهم من كان سبب في ظلمة البلد ومشاكله في السابق، وهم أحد ركائز الرئيس السابق، وأقولها الرئيس السابق ولا أقول النظام السابق، لأن النظام لا يزال هو نفسه القائم من نائب رئيس أصبح رئيس الانتخابات الرئاسية من شخص واحد وهي سابقة بالتاريخ، ومن الذراع العسكري للرئيس السابق وأصبح يطلق عليه حامي ثورة الشباب. زين كيف يمكن لهذا الأمر الذي تتحدث عنه أن يعرقل مسألة تطبيق الوثيقة وما جاء فيها من نتائج؟ أكيد لأن كما يقال لا تستعين بظالم على ظالم فتصبح فريسة الاثنين، وللأسف هذا ما وقعنا فيه. أيضا من ناحية القضية الجنوبية، قد أعلن الجنوب عبر الحراك الجنوبي عدم مشاركته بالحوار الوطني، ولكن للأسف تم قلب محمد علي أحمد من الخارج فجأة للوطن، ومع كم جلسة معنا ومع ناشطي الجنوب أعلن نفسه مشاركا بالحوار الوطني كممثل الجنوب،
عن الحراك الجنوبي. طيب. هو اساسا كان بالخارج ولم يشارك الحراك الجنوبي الفعاليات التي كانت تحدث وما كان النظام التي نزفت في الجنوب. طيب زين اشكرك، ساضطر هنا لمقاطعتك لنتيح الوقت للمزيد من المشاركات. نرحب الان بانيس من بريطانيا. انيس. انيس اهلا بك. تفضلي. نعم. أنيس، يعني نسألك يعني السؤال الرئيسي، هل ترى أن هناك يوجد نوع من الطريقة التي يمكن أن تطبق بها هذه النتائج، نتائج الحوار الوطني على الأرض في اليمن؟ نعم، قبل الرد على هذا السؤال بدي أوضح شيء مهم جدا، وهو تفضل. أن الحراك الجنوبي لم يشارك نهائيا في الحوار اليمني، وعبر عن ذلك من خلال من أكثر من 6 مليونيات يرفض حواره، وقاموا باستنساخ بعض الأشخاص المنتمية للأحزاب اليمنية وضعوها ممثلة للحراك الجنوبي. فكيف ممكن للشارع الجنوبي أن يثق بقيادات بناس تمثل هذا الحوار وهي تفتري وتتحدث بأن الحراك الجنوبي شارك، وهم يعلمون أن الحراك الجنوبي ثورة شعب تحمل أهداف واضحة ورفضت رفضا قاطعا المشاركة في هذا الحوار اليمني. ولكن أنيس، يعني كنا قبل قليل نتحدث لمسؤول من أحد الفصائل في الحراك الجنوبي، هو قال هناك بعض الجماعات والفصائل شاركت. الحراك الجنوبي ليس فصائل يا سيدتي، الحراك الجنوبي ثورة شعب. طيب. واضحة، هناك آلاف الشهداء، هناك آلاف الجرحى، هناك المعتقلين ذات أهداف واضحة، رفضا قاطعا المشاركة، وتم استنساخ بعض الشخصيات على أساس أنهم يمثلون الحراك، أنهم يمثلون الحراك الجنوبي. هناك سيدتي مجازر في الضالع، مجازر عشرات القتلى والجرحى في بعد الحوار. هذه هي مخرجات الحوار حقهم. هناك يوم أمس توافق المحكمة العليا في صنعاء على إعدام المعتقل المرقشي. هذه هي مخرجات حوارهم. الحراك الجنوبي لم يشارك نهائيا وهي طيب سنحمل هذه النقطة. أنيس شكرا لك على مشاركتك لضيفنا في صنعاء، السيد محمد المخلافي أو دكتور محمد المخلافي بالأحرى، وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية. دكتور، يعني هناك تشكك، هناك يعني هذا المشارك في معنى يقول بأن من شاركوا لا يمثلون الحراك الجنوبي أو القضية الجنوبية على الإطلاق. في الواقع الأمر المهم هو وجود حلول للقضية الجنوبية، وهي حلول في إطارها النظري حلول مرضية، تتمثل بالدرجة الأولى بالأخذ بشكل دولة جديدة وهي دولة اتحادية، ووفقا للأسس والمبادئ التي خرج بها المؤتمر والتي ستجسد في دستور ثم قوانين. هناك تقسيم للسلطة والثروة، وبالتالي سيجعل الجنوب طرف فاعل في القرار السياسي والتنموي، وفي أيضا الاستفادة من التنمية وعوائدها، وفي أيضا نصيب عادل من الثروة. وهناك مراعاة حتى أيضا للمستقبل، أن عندما تأتي أول انتخابات أن يكون للجنوبيين 50% من الوظائف التي تصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأيضا نفس الأمر المناصفة في المجلس التشريعي. وفي المستقبل هناك أيضا من المخرجات ما أوجبت إيجاد آليات تجعل الجنوب شريك في القرارات الهامة، وتمنع اتخاذ أي قرار لا يقبل فيها الجنوب، بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بالجانب الحقوقي، سواء فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية التي بدأت على أرض الواقع وإن كان القانون قد أعيق. لكن مع هذا أنا أتفهم القلق من النكوث بما توصل إليه بسبب التجربة السابقة، لكن أنا أطمئن المواطنين بأن هذه التجربة تختلف عن التجارب السابقة. هذه التجربة مدعومة بإطار مجتمعي واسع سياسي واجتماعي وحقوقي. طيب دكتور فضلا سنواصل معك الحديث ونستمع للمزيد، بس فضلا دعنا يعني نستمع لمشاركات هاتفية. معنا الآن محمد بن صحران من عدن. محمد، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، أهلا بك محمد. وثيقة الحوار الوطني لم تلد من استقراءات عقلية
تتسم المرونة والصلابة ذات القابلية من أجل تغيير فعلي. وكيف لوثيقة أن تقيم فدرالية في ظل تعدد الولاءات في المؤسسات المدنية والعسكرية؟ ماذا تقصد محمد بتعدد الولاءات؟ تعدد الولاءات في المؤسسات المدنية والعسكرية لصالح دول عميقة في اليمن، أولها دولة المارشال علي عبد الله صالح، ثانيا دولة الميجر جنرال علي محسن صالح، ثالثا دولة آل بن الأحمر، رابعا دولة الزنداني، ثم دولة الحوثي ودولة القاعدة وأخواتها. طيب محمد، إذن أنت تتحدث عن مراكز قوى داخل دولة اليمن نفسها متعددة يمكن أن تؤثر على هذا الحوار وتنفيذ المخرجات. لو سمحتي ممكن أكمل؟ تفضل. وفي هذا السياق أنوه وأحذر مجلس الأمن الدولي أن يمرر هذه الوثيقة بفرض عقوبات بحق رموز وطنية يمنية لكون هذه الوثيقة غير معمدة بشرعية شعبية عبر صناديق الاقتراع، ولذلك هذا التحذير وجب وفقا للقانون الدستوري الدولي. إلى الإضافة إلى ذلك، يمكن للمارشال عبد الرب منصور هادي أن يتخذ قرارات أهمية ما تبقى من ولايته من أيام ذهبية. طيب محمد، دعنا بس نستوضح الأمر هنا ونعود مرة أخرى لضيفنا لنستمع ماذا يقول. يعني هناك تخوف دكتور مخلافي على ما يبدو من وجود نفوذ وقوى لأشخاص بعينهم داخل اليمن يمكن أن يعرقلوا كثيرا من الحوار وتطبيق نتائج الحوار. لا أحد ينكر بأن هناك صعوبات ستبرز أمام تحويل نتائج مؤتمر الحوار الوطني إلى دستور وإلى قوانين ثم إلى مؤسسات، وهذه المعوقات معروفة وماثلة أمامنا. أولها أن تستعيد الدولة احتكار استعمال القوة وإنهاء كل مراكز النفوذ والقوى المسلحة التي قائمة حاليا، وهناك إقرار بهذا بما في ذلك من الأطراف التي لا زالت تحمل السلاح، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني تعالج هذا الأمر وتعطي للدولة صلاحية اتخاذ مثل هذه الإجراءات بما في ذلك موافقة الأطراف التي تحمل السلاح. الأمر الثاني يتمثل أيضا بصعوبة تطبيق نتائج مؤتمر الحوار فيما يتعلق بشكل الدولة، لأن هذا الأمر يتطلب إلى بناء جديد للدولة، إلى بناء دولة قادرة على حماية نفسها وحماية المجتمع، ومن ثم وجدت الضمانات التي تجعل كل الأطراف شريكة في تأسيس الدولة الاتحادية القادمة. وفي كل الأحوال الخيارات أمام اليمن هو أن يحافظ على وحدته، أن يحافظ على استقراره، أن يعمل من أجل التغيير والانتقال وإنهاء كل المظالم التي أدت إلى هذا الانقسام سواء كان جهوي أو سياسي أو غير ذلك. والوسيلة طيب دكتور مخلافي، هناك متصل معنا في هذه الحلقة، نرجو منك أن تستمع إلى هذه المشاركة من محمد من الضالع. محمد. نعم، معكم أختي العزيزة. أولا أشكر قناة البي بي سي على الحيادية الكاملة في تناول القضايا اليمنية والعربية. شكرا عزيزي. أولا أن الوطن مصخم بجراحات قديمة وحديثة بست حروب في صعبة وحرب في 94 في الجنوب، وكذلك الثورة الشبابية وضارح ضحيتها الكثير، والنتائج سلبية لكونها أو لعدم صدور قانون العدالة الانتقالية الذي يؤدي بنا إلى مرحلة جديدة، وإيجابية ثورة الشباب هي وصول اليمنيين إلى ما يسمى بالحوار الوطني، ونتائج المؤتمر لن تتحقق في ظل دولة ضعيفة وحكومة عاجزة أمنيا واقتصاديا وسياسيا الذي بدوره يؤدي إلى عدم استقرار عام يعني شعبي وجغرافي، عندها لن نحتاج حتى إلى أقاليم. وهناك أيضا تغذية للأطراف في شمال الشمال وتغذية لجنوب الجنوب من دول مجاورة عربية وشقيقة وكذلك إسلامية تغذي أطراف داخل اليمن وتسعى
لتنفيذ أجندة خاصة وكذلك إبشار مؤتمر الحوار وتمزيق الوطن ليكون بؤرة لليمن وللدول المجاورة. شكرا لك جزيلا أشكرك محمد، كنت معنا من الضالع على هذه المشاركة في البرنامج، ونشكر أيضا ضيف البي بي سي من صنعاء الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية، وهو مسؤول أيضا عن ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. نعود مرة أخرى وسريعا إلى زميلي حازم الخولي في غرفة الأخبار لنتعرف منه على آخر ما ورد من مشاركات في حوارنا اليوم. حازم. إيمان، من بين الآراء التي وصلتنا مشاركة سالم الضباب التي تقول نعم يمكن تطبيق النتائج بشرط أن يستمر دعم المجتمع الدولي بنفس الطريقة التي أدار بها المرحلة الانتقالية وتجاهل بعض أصوات النشاز التي تبحث عن مصالحها فقط سواء كانت من الداخل أو الخارج. مشاركة أخرى من شاهر الحميري تحدثت أيضا عن متطلبات التطبيق، ومنها كما يقول شاهر: أولا فرض عقوبات على المخلوع صالح وبعض النافذين وعلي سالم البيض على حد وصفه، ثانيا الدعم الكامل من الدول الراعية للرئيس هادي، ثالثا أن يعين رئيس الكفاءات لمناصب الدولة المختلفة، رابعا أن يتخذ قرارا بالضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه بأي عمل يضر بالبلاد. إليك إيمان. شكرا لك حازم، ومشاهدينا نعتذر عن الذين لم نستمع إلى تعليقاتهم ومشاركاتهم في هذه الحلقة لضيق الوقت. نشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. انتهت هذه الحلقة، لكن الحوار متواصل دائما على موقعنا bbcarabic.com وعلى صفحتنا على الفيسبوك. لكم خالص التحية لكل من شارك هاتفيا أو بالكتابة إلينا، وفي الختام لكم كل التحية من فريق العمل في البرنامج، ولكم مني كل المودة إيمان القصير. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نقطة حوار. شكرا لكم وإلى اللقاء.